طب يا شعري، يعني مطلوب منها اوفيليشن كويس، وبعدين شايفين يا دكاتره الهوا ما بين الاوفري وبين الفلوبيان تيوب ده البريتونيوم، المفروض ما بقاش فيه اي اديشنز، يعني في حاجه اسمها بريتونيال فاكتور، حته باند اوف اديشن كده. عارفين مين اللي بيعمل بريتونيال فاكتور؟ مين يعمل لك باند اوف اديشن كده؟ مرض رخم رخامه بيجي في البريتونيوم، رخم جه هناخده بعد الفرتيلتي، في الانفرتيلتي، لان هو بيأثر شرس جدا على الفرتيلتي. هذا المرض اسمه مرض البطانه المهاجره الاندومتريوز، يوم عامل لك كده هنا اديشنز كده ما بين الفالوبيان تيوب وبين الاوفري، يعزلهم عن بعض، مرض رخم رخامه غير طبيعي اندومتريوز. فالفيميل مطلوب منها اوفيليشن كويس وبريتونيوم كويس وفالوبيان تيوب كويس عشان تستقبل الاوسايت وعشان تحرك الزايجوت ليتر اون عشان يحصل فيه امبلانتيشن، ومطلوب منها كمان اليوترس يبقى كويس، والباس واي بتاع السبرم الفاجينا ممكن تموت السبرمز. شفنا في الافلام ان السبرمز دي كانت ساعات ممكن تتحرق في الفاجينا، يعني في حاجه اسمها ساعات الفاجينا دي تبقى عدائيه للسبرمز، بنسميها فاجينال هوستيليتي، يعني هوستايل. يعني ايه هوستايل؟ يعني عدائيه، ساعات تبقى عدائيه بتموت السبرمز. لا، عايزين فاجينا كويسه، عايزين سيرفكس كويس ما يبقاش هو كمان هوستايل سيرفكس، محتاجين يوترس حلو فور امبلانتيشن. شفت يا جماعه سكه الفيميل صعبه ازاي؟ الفيميل دي قصه دايليما كبيره قوي، يعني الفيميل دي يا دكاتره اوفري وفالوبيان تيوب ويوترس وسيرفكس وفاجينا، حوار كبير جدا هنقعد ندرسه على مدار ثلاث محاضرات كامله. طب يجي لك سؤال مشهور قوي، يقول لك لما انت عندك قبل تحب الاول انفستيجيت مين؟ ميل ولا فيميل؟ مين الاول تحب الاول؟ بص يا دكاتره الميل مكبر بقى، هو انت كويس يعني، انت يعني في اريكشن كويس وديبوزيشن كويس؟ اه دكتور لا كل شيء زي الفل. تمام، من فضلك اعمل لي بس سيمين اناليسيس، سيمين اناليسيس دوت الاقي سبيرمس كويسه خلاص اشيل من دماغي بقى. فالميل ده بالسيمين اناليسيس ده يا دكاتره عشان هو اهم حاجه في الميل، مع هو السيمين بس يعني سيمين اناليسيس في الميل ده اهم، هنشرحه كله على فكره لمعلوماتكم فقط لا غير، لكن هو اهم حاجه السيمين فقط لا غير، وده السؤال عليكم بس بس مش ممكن تسال في اي حاجه براه، بس انا هشرحه كله. بس الميل ده دكاتره خلاك الميل دوت مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه تيست بسيط جدا، سيمين اناليسيس فقط لا غير، طلع كويس وسالته بالهيستوري هو كويس انتهى الموضوع، شلت الميل من دماغي، هركز بقى على الفيميل بقى، ده الفيميل دي يا دكاتره فيها اوفيريان فاكتور وفيها تيوبال فاكتور وفيها بريتونيال فاكتور ويوتراين فاكتور وسيرفايكال وفاجينال، قصه طويله جدا جدا. الفيميل بتمثل 55% من الانفرتيليتي. الميل الغلبان 35%، يبقى كام في المية؟ يبقى من هنا 10، 5% كويتال. يعني في مشكلة في الانتر كورس. زي مثلا جات لي واحدة مثلا بقى لهم سنتين. الفيميل يا عيني فاكرة إن يوم الجواز دوت يوم الدخة دوت يوم مدمر. معاه إن هي بتعور وبينزل دم وناس تروح المستشفى وتلاقي بقى اللي بيقول كلام بعض كلام غريب يعني كده. يعني الفيميل يا عيني بتبقى داخلة يوم الدخة ديت حاسة إن يوم ده هيدوسها قطر. هيعدي عليها قطر. معاه دكاترة فلا مش كده. معايا دكاتره اه والله فيعني في جالي قبل مره واحده يعني مرعوبه عندها حاجه اسمها فاجاينيزمس يعني قافله نفسها جدا كده ومرعوبه مش سامحه بانتر كورس قاعدين سنتين سنتين مش عارف يعمل ديبوزيشن كويس واخدين بالكم والسين بيطلع وحاجات زي كده فالقصه ايه؟ فالقصه لا في حاجات كويتال بروبلم ممكن تحصل كده كويتال بروبلم معايا فدي هناخدها يعني ان شاء الله دي بروسس يعني دكاتره بس مش ميل وفيميل لا لازم يحصل كويتس بدرجه صح يبقى كام في المية؟ 55 35 5 يبقى كام؟ 5%، 5% دي يا دكاترة بقى اللي ربنا عايز كده، يعني زي كده الليمبي 8 جيجا، لما قاعدين مع الدكتور فقال له الليمبي على فكرة بعد الدراسات والفحوصات معايا مش ممكن تحمله، فالليمبي بص يا دكتور يعني هنعمل ايه؟ هنبيض يعني ولا ايه بالظبط؟ قال له يا ليمبي لا لا مش هيحصل حمل، أنت يا ليمبي لما ليمبي قال له مش هيحصل حمل يعني كده، قال له يا ليمبي العيب مش فيك يا ليمبي، فهي قاعدة تصوت، قال لا ولا فيكي فليمبي بص له يعني في مين فيك انت يا دكتور ولا في مين بالظبط؟ فقال لا ليمبي لا انت لو اتجوزت تخلف او هي لو اتجوزت تخلف لقيت الاثنين مع بعض عملوا حركه روشه جدا الاثنين مع بعض كده مش هتخلفوا سبحان الله يا دكاتره فعلا في حاجه اسمها كده في والله حاجه اسمها كده اسمها انكسبليند انفرتيليتي تلاقي الكابل زي الفل الاثنين زي الفل اناتومي وفانكشن الاثنين زي الفل ولا في اي حاجه وما يحصلش حمل واللي يغيظك كمان تعمل اطفال انابيب وما تنجحش كل حاجة عملناها ما تنجحش، ربنا عايز كده. الكابل ده مش هيخلفه. لو هي لو فصلوا معايا دكاترة هو هيخلف وهي تخلف سبحان الله، لكن مع بعض ما تفهمش، في حاجة. بس على فكرة الانكسبليند انفرتيلي دي الانكسبليند كانت على أيامنا 30%، دلوقتي 5% بس.
ولما تبقى انت مكاني ان شاء الله معايا هتبقى نص في المية، ولكن لازم هيبقى فيه قبل تحدي، ربنا يخلق لك تحدي ويخلق ويجعل من يشاء ايه عقيما مش هيخلفه مهما تعمل معايا، يعني بص عقيما كمان يعني بس برضه مش هيخلفه معايا دكاترة، احنا مش هنقدر نخليهم يخلفوا لان دوت يعني ايه ساعات كده بيبقى فيه حالات ملهاش حل ليه الله اعلم مش عارفين، ده فشل الطب اسمه unexplained infertility. طب تعالى نقسم ال 55% على الفيميل. بص يا دكاتره الاوفري رقم واحد عندنا، اهم واحد فيهم كلهم الاوفري. اوفري كام؟ 25%. الفالوبيان تيوب 20%. 5% يوترس، 5% سيرفكس، كده كام في المية؟ 55. معايا يا دكاتره؟ يعني الاوفري رقم واحد عندنا بلا منازع. اوفري رقم واحد، فالوبيان تيوب رقم 2 20% و5% تمام اللي هو اليوترس، 5% سيرفكس، مش عارف كلام فارغ مش مهم معايا، هو ده كده التاثير بتاعتنا كده. نبدا بقى النهارده هناخد ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد الاوفيريان فاكتور اوف انفيرتيتي، والمرات الجايه هنكمل بقيه الايه؟ الفاكتورز كلها. نبدا بقى بالاوفيريان فاكتور. الاوفيريان فاكتور ده كده هيتكرر كذا مره كذا مره بعد كده، يعني مثلا هياخد معايا ان شاء الله درس الامينوريا بكره باذن الله. انا هقعد المحاضره كلها في الصفحه ديت على فكره، والمانجمنت بس يعني انا عندي المحاضره كلها الصفحه دي بس، خلي بالك بكره هنقعد بكره كلها في المحاضره في الساعه دي. فعشان كده انا بص هقول لك دلوقتي يعني انت الكلام المكتوب دوت كلام فارغ، ده انت هتبقى تعرف اكتر منه 20 مره 30 مره يعني بكره مش بعيد بكره على طول. نيجي يا دكاتره بقى، نيجي يا دكاتره، نيجي على الاوفيريان فاكتور. ال WHO ال WHO مقسمه ال WHO يا دكاتره مقسمه الاوفيريان فاكتور او اوفيريان سفشنسي الى الاتي. بص يا دكاتره عندي هايبوثالاموس، هايبوثالاموس وبيتويتري واوفري. عندي هايبوثالاموس معايا دكاتره بيتويتري واوفري تمام. ال WHO مقسمه الاوفيريان ديسفانكشن، لا ركز معايا عشان بقى هنا شويه تكات جامده قوي، ركز معايا يا دكاتره بقى في شويه تكات جامده جدا عايزين بقى نفهمها تمام. في شغل جامد عالي قوي النهارده، في شغل مخ عالي قوي النهارده، عايزين بقى ناس فايقه ومصحصحه كده ومركزه قوي معايا عشان في هنا حاجات تكات اللي افهمها بجد يبقى ذكي قوي، يعني عايز شويه ذكاء كمان مش قصه كمان مع... لا ده عايز ذكاء بقى. بص معايا ازاي. عندنا دكاتره في هايبوثالاموس بيتويتري اوفري. ال WHO مقسمه الاوفيرين انسفشنسي الى ثلاثه جروبس، الى 3 جروبس. جروب 1، جروب 1 اللي فوق بايظ. يعني ايه اللي فوق بايظ؟ يعني ايه؟ يعني هايبوثالاموس ميته، بيتويتري جلاند ميته، يعني هايبوثالاميك بيتويتري فيلير. فيلير الهايبوثالاموس مش شغاله ولا بيتويتري شغاله، هايبوثالاميك بيتويتري فيلير. يعني ايه اللي ممكن يعمل كده؟ ممكن يكون جيت تروما انفلاميشن نيوبلاستيك ميسلينيوس في الهايبوثالاموس، او كاتينم فين؟ في بيتويتري جلاند. طبعا ده الامينوريا نقعد نشرح الكلام ده كله بقى. يعني ايه كونجيتال مثلا هايبوثالاموس؟ يعني هنا دكاتره مثلا مش موجوده ابليزيا مثلا. هناخد سندرومز بكره ان شاء الله هايبوثالاموس، سندرومز فيها البيتوتري جلاند بايظه تماما. ممكن تروما زي مين؟ زي مثلا واحده وقعت من الدور الثاني معاها حاطط لها فراكتشر بيز سكال، دمر بيتوتري جلاند، دمر الهايبوثالاموس. تروما، مننجيتس، انكفالايتس، تيومرز، اي حاجه تعمل ديستراكشن لفوق، اي حاجه تبوظ الهايبوثالاموس او بتويتري، كاتينم او كاتينم، بتعمل الكاتره جروب 1 اللي هو عباره عن هايبوثالاميك بتويتري فيلير، يعني فوق كله بايظ معايا. طب جروب 3 بقى، جروب 3 اللي تحت بايظ، يعني تحت يعني اوفيريان فيلير، يعني كاتره كاتينم في الاوفري كونجيتا في الاوفري بتبوظه، كل سهل قوي مشهور قوي. ترنر، برافو عليك ترنر. او ابليزيا، ممكن تروما في الاوفري، مين يقول لي تروما في الاوفري؟ زي ايه كده مثلا؟ شلناها بعمليه، شلنا الاوفري ده بعمليه يا دكاتره. ممكن كيمو ثيرابي دمر الاوفري، ممكن راديو ثيرابي فيزيكال تروما معايا يا دكاتره دمر الاوفري. فهنا ممكن تروما بحاجات كتير قوي، تروما بسيرجري كان مثلا كده الاوفري كده فيه تيومر شلناها سيرجيكال تروما، او يا دكاتره مثلا عندنا في راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي تروما الاوفري. طب مين يقول لي انفكشن في الاوفري ممكن تدمره؟ وان كان هذه الانفكشن مور كومن في الميلز، في الميلز تعمل اوركايتس، لكن ممكن تحصل في الفيميل برضه تبوظ الاوفري اللي هي مين بقى؟ اللي هي
مامتس تمام، لكن هي مش كومن في الفيميل تبوظ الاوفري، بس ممكن يعني، بس مش كومن. ليه بقى؟ ان الفيميل عندها فيري ثين تونيكا البوجينيا، غير الميل. الميل تستس التونيكا بتاعته تخينه، الميل التونيكا تخينه، فما بتسمحش بتمدد السوالينج بتاع التستس، يحصل له اتروفي. لكن التونيكا بتاعه الفيميل رفيعه فتسمح بتمدد الاوفري، فما يحصلش فيه اتروفي الا في حالات نادره جدا، مامتس او اوفرايتس نادره. لكن ما يمنعش لو جالها مثلا تي بي، تي بي ممكن يدمر، او ممكن هذا الاوفري ده يقلب الى ابسس. زي مين يقلب ابسس بقى؟ زي ايه بقى كده؟ الالتهاب اللي جوه الحوض. اسمه التهاب جوه الحوض، اسمه بيلفيك انفلاماتوري ديزيز بي اي دي. كل ده ممكن يعمل ايه؟ ابسس في الاوفري، يدمر الاوفري تماما. ممكن تيومر يدمر الاوفري على الناحيتين، يجي لها بايلاترال تيومر، بايلاترال تيومر يدمر الاوفري. ممكن ممكن دكاتره كمان ميستلينيس. زي ايه كده مثلا؟ زي الناس مساكين جدا، تلاقي الواحدة عندها مثلا 30 سنة ويحصل لها بريماتيور، يعني قبل ميعاده جدا، اوفاريان فيلير. زي الواحد شعره بيبيض قبل ما يبقى يوصل مثلا كده ايه الاربعينات. في برضه نفس القصة في الاوفري ده، ساعات بيفشل قبل ما توصل للاربعينات. المفروض يا دكاترة الاوفاريان فيلير بعد 40 مقبول، بعد 40 سنة مقبول، يعني يحصل منابوز بعد 40 سنة مقبول. هو سن كام؟ 45 ل 55. في مصر 51 سنه وشهرين، ده الافريج بتاعنا، مع 51 سنه وشهرين في مصر كده، ده اكتر سن بيحصل فيه المينوبوز. لكن الدكاتره هنا اللي هو ساعات بيحصل فيه ناس بقى عندهم اوفر، ده بيفلس، اوفر ده بيفنش كل فيه كله معايا قبل سن 40 سنه. في انا شفت والله العظيم عشرينات. وفي حاله الاستاذ الدكتور حسن عواد بيجيبها، واحدة عندها 24 سنة وعندها بريماتيور مينوبوز. كيس هنحلها مع بعض، اللي هي بريماتيور اوفيريان فيلير. عندها جابها لكم في راوند؟ في الجروب؟ 24 سنة اللي كانت، هجيبها لكم كلها إن شاء الله بإذن الله ما تلاقوش. فهنا في حاجة اسمها اوفيريان فيلير، معايا عند سن كام؟ عند قبل 40 سنة، اسمها بريماتيور اوفيريان فيلير. جروب 1 اللي فوق بايظ، ميتين اللي فوق بايظ، ميتين. جروب 3 اللي تحت بايظ. دكتور لما جروب 2 بقى ايه؟ جروب 2 يا دكاتره ده غريب قوي. جروب 2 ده كله شغال، هايبوثالاموس شغاله، بتويتري شغاله، اوفري شغال، ولكن بطريقه غلط. يعني ايه غلط؟ يعني ايه؟ يعني كل حاجه شغاله لكن بطريقه غلط. مش هيحصل اوفيليشن. عايز حد يقول لي ايه المثل اللي احنا خدناه القوي جدا اللي بيطلع هرمونز من بيتر جلاند وبتطلع هرمونز من الاوفري، كله شغال ولكن بطريقه غلط، بيحصل معاها ان اوفيليشن. مين المرض الشهير جدا اللي الاوفري شغال، بتوتري شغاله، هايبوثالاموس شغال، ولكن وتري غلط بيطلع يحصل في الاخر ايه؟ انفيليشن. مين؟ الله، برافو عليكم، اللي هو بوليسيستيك، صح، اوفاريان سيندروم. بيطلع هنا يا دكاتره جينريتش، بيطلع ال اتش بدل اف اس اتش، وبيطلع من الاوفري اندروجين بدل استروجين، وبيحصل ان اوفيليشن. يعني عندي هنا يا دكاتره الجروب 2 ده عباره عن ايه؟ هايبوثالاميك بتويتري اوفيريان ديس فانكشن، يعني مش شغالين غلط، مش شغالين صح، شغالين غلط، في هنا خلل وظيفي. هايبوثالاميك بتويتري اوفيريان ديس فانكشن. شباب انا عندي جروب 1 اللي فوق بايظ، جروب 3 تحت بايظ، جروب 2 كله شغال ولكن مش متوافقين. عايز حد جدع يقول لي بقى، شوف بقى حد ذكي يقول لي. عايز بس بلعبه واحده افرق بين الثلاثه جروبز، لعبه واحده. مين جدع يقول لي ازاي تفرق من جروب 1 و 2 و 3؟ حركة واحدة بس فرق بالثلاثة. ها يا شباب مين يقول لي؟ أيوه مين؟ أقيس إيه؟ أقيس مين؟ الإيستروجين. لا ما ينفعش، لأن الإيستروجين ده يا دكاترة هتلاقي هنا في جروب 1 وجروب 3 قليلين، إيستروجين قليل، إيه ده مينوبوز وده هنا فوق بايظ. هقيس يا دكاترة الـ FSH، وده سؤال مهم جدا أورال عشان فرق بالثلاثة الـ FSH إزاي؟ بصوا يا جماعه اكتبوا معايا الكلام ده مهم قوي. عندي الليفل اوف اف اس اتش 5 يونت بير لتر و20 يونت بير لتر. يعني عندي الليفل اوف اف اس اتش 5 و20، 5 يونت بير لتر و20 يونت بير لتر. الدم الليفل كام؟ من 5 ل 20. اقل من 5 قليل جدا، اكتر من 20 كتير جدا. مين يقول لي بقى جروب 1 اللي هو هايبوثلاميك بتوتري فيلير جروب 1 يبقى الاف اس اتش عالي ولا واطي؟ قليل. يبقى هنا ده جروب 1. جروب 1 الاف اس اتش اقل من 5 يونت بير لتر.
جروب 1 الاف اس اتش اقل من 5 يونتس بير ليتر، قليل ليه؟ هايبوثالاماري فيلير. جروب 1 الاف اس اتش اقل من 5 هايبوثالاماري. طيب جروب 3، ها ده جروب 3، ايه رايك في جروب 3؟ عالي عالي صح، عالي فوق 20 على فكره. كانت ده المينوبوز كده، المينوبوز فوق 20، المينو تلاقي الاف اس اتش في السماء، عمال يكربك يكربك يكربك. الاوفري اوفري ميت ميت، مش عايز يستجيب لانه مات. مفيش نيجاتيف فيدباك، مفيش نيجاتيف فيدباك من الايستروجين، لان مفيش اوفري مفيش ايستروجين، مفيش نيجاتيف فيدباك. فالاف اس اتش ايه؟ عالي جدا. يبقى جروب 3 يا دكاتره، جروب 3 لان ما بقاش فيه نيجاتيف فيدباك، اف اس اتش عالي. افكركم قبل كده ان كانت المينوبوزال كان بيقع في البول اف اس اتش وال اتش، كنا بنصفي البول ده وناخد الهرمونز صح ونحقنها للفيميل عشان تحمل باذن الله، صح ولا مش صح؟ يبقى خلي بالك جروب 1 يا دكاتره، جروب 1 هتلاقي اف اس اتش واطي، جروب 3 اف اس اتش عالي جدا فوق 20 يونت بير لتر. من 5 ل 20 ده الافريج. سؤال الاستاذ الدكتور ايهاب عبد الفتاح، يقول لك في البي سي او اف اس اتش عالي ولا واطي؟ اف اس اتش يا دكاتره في البي سي او بولس كوفيرنت سندروم عالي ولا واطي؟ ها؟ بص يا دكاتره، عالي غلط طبعا، لا يمكن يبقى عالي، عالي ايه يا دكاتره؟ رجعوا للبي سي او مره ثانيه. اللي يقول واطي برضو الدكتور ايهاب افتح يقول لك خدعوك فقالوا، يعني ايه خدعوك فقالوا يعني ايه؟ لا مش واطي، هو قصده يعني ايه عالي وواطي؟ عالي يعني فوق 20، واطي اقل من 5، لا مش كده. هو هيقول لك لا وزن نورمال نورمال، ولكن في اللو نورمال شويه. يعني اذا كانت بص طالما مش ميته الهايبوثالاموس مش ميته او البيتوتري جلاند هتلاقي اف اس اتش من 5 ل 20. البي سي او هتلاقيه هنا. لكن لو نورمال يعني هتلاقيه 7 8 معايا، مش مثلا 10 مثلا. واخدين بالكم؟ فهنا ده جروب 2. جروب 2 يا دكاتره خلي بالكم عباره عن هايبوثالاميك بيتوتري اوفاريان ديس فانكشن بيكون من 5 الى 20 يونت بير لتر. يبقى جروب 1 يا شباب هتلاقي اف اس اتش ماله؟ جروب 1 ميتين، تلاقي اف اس اتش واطي. جروب 3 بيكربك في الاوفري، اوفري ميت، فتلاقيه عالي جدا اعلى حاجه. ما اما جروب 2، جروب 2 وسط. لو سالت من دكتور فتاح الاف اس اتش في البي سي او عالي ولا واطي، تقول له نورمال اور لو نورمال، نورمال اور لو نورمال. هو عايز يسمع الاجابه دي، لو قلت له واطي هيشتمك، خلي معاك، يقول لك لا. هو في وجهه نظر دي غلط، واخدين بالكم؟ معايا دي مهمه. طيب هديكم حته بقى للناس الامتيازات العاليه بقى، حته بقى جامده وسيل ساعات كده في الاورال بزيد ما اقفل معاه بقى، مقفل مقفل معاه. حته بقى الاوائل بقى يا دكاتره، بص كده. في بقى عندنا حاجه اسمها مثلث الدوره، يعني ايه مثلث الدوره؟ يعني عشان تحصل منسز، عشان تحصل منستريشن، عشان تحصل منسز محتاج، عشان تنزل المستريش محتاج اندوميتريوم، محتاج اندوميتريوم طبعا لازم، ومحتاج كمان ايه كمان؟ ايستروجين وبروجسترون. عشان تنزل المستريشن المنسز محتاج اندوميتريوم ومحتاج ايستروجين وبروجسترون، ده مثلث المنسز. يعني انا كان لو عندي اندوميتريوم بس وما عنديش هرمونز مش كفايه، لو عندي اندوميتريوم بس وعندي ايستروجين زي البي سي او مش كفايه يحصل لها امينوريا. لو عندنا دكاتره اندوميتريوم وبروجسترون من غير ايستروجين ما تنزلش دوره، لكن لو عندنا اندوميتريوم وبدي من بره سي وسي ووقف تنزل دوره. معايا دكاتره؟ لازم زي الكوربه الصوتيه بيطلع الاثنين يموت تنزل الدوره. لازم عندي اندوميتريوم وايستروجين وبروجسترون. السي وسي بتعمل نفس القصه، ادي سي وسي وقف تنزل دوره. الكوربس نفس القصه بيطلع الهرمونز يموت الهرمونز تنزل دوره. معايا يا دكاتره؟ ده الطبيعي. لكن لو استروجين بس زي البيسو مفيش دوره، يبقى عندنا امينوريه. لو عندنا بروجسترون ما يجيبش نتيجه. تعرفين ليه البروجسترون ده ما ينفعش يشتغل من غير استروجين؟ ولا مش عارفين؟ انا قلتها قبل كده، قلت قعدت افكركم ان البروجسترون لوحده من غير استروجين ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ عشان البروجسترون دوت عامل زي رئيس الجمهوريه، والاستروجين ده عامل زي وزير الداخليه. فاكرين؟ وقلت ما ينفعش وزير الداخليه كده، لازم رئيس الجمهوريه الاول لما يروح وزير الداخليه يروح يظبط الدنيا. اللي سميناه يا دكاتره دوت سميناه برايمنج افكت اوف ايستروجين. مين قال؟ مين بقى يقول لي الايستروجين كان بيعمل ايه في البروجسترون؟ كان بيزود له ايه؟ برافو عليك، انا سبقت بالكم اهوت عشان ما تنسيش. ايستروجين
increase progesterone receptors. يعني ما ينفعش البروجسترون يشتغل من غير استروجين بداية يعني لا يمكن يعني. طيب دكتور محمد ايه المثلث بقى؟ المثلث ده عباره عن ايه؟ ده مثلث الدوره اندوميتريوم استروجين وبروجسترون. طب حلو قوي. مين جدع؟ مين جدع؟ مين جدع يقول لي بجد بقى؟ جروب 1 وجروب 2 وجروب 3 لو انا اديت بروجسترون وقفته بسميه بروجسترون تشالنج تيست. بروجسترون تشالنج تيست لما ناديها بروجسترون وقفه مين فيهم جروب 1 ولا 2 ولا 3 ينزل لهم دوره ومين ما ينزل لهمش دوره؟ بمعنى ان مين فيهم لما ندي بروجسترون كلهم ما فيهمش اوفيليشن ده انوفيليشن طبعا فكلهم ما عندهمش بروجسترون لما اديهم بروجسترون مين فيهم يجي لهم الدوره؟ مين ما ينزل لهمش دوره؟ طيب جروب 1 هينزل لهم دوره لما ندي بروجسترون هم عندهم اندوميتريوم كلهم عندهم اندوميتريوم تمام كلهم عندهم ماشي الواحد اللي عندها هايبوثايبوتوتري فيلير هل لو اديت لها بروجسترون تنزل ولا ما تنزلش دوره؟ ما تنزلش دوره ليه؟ عشان اوفر ما بيطلعش استروجين. طب جروب 3 المينابوز مش هينزل لها دوره عشان ما عندهاش استروجين. الوحيد اللي هينزل له دوره بي سي او، الوحيد اللي هنا عنده استروجين. يعني يا دكاتره خلي بالكم بص مكتوب عندك في الكتاب، بص في الكتاب مكتوب عندك على فكره عشان الكتاب اسم كاتبها وبيزنونا في حته صعبه قوي الطلبه دلوقتي. صعب قوي اللي هو دكاتره بروجسترون تشالنج تيست، بص مكتوب عندك في الكتاب. مكتوب عندك في ضمن اللي هو الكرايتيريا بتاع جروب 1 و 2 و 3 كرايتيريا. جروب 1 يا شباب جروب 1 لو ادينا جروب 1 لو انا اديت بروجسترون خلاص مش هينزل دوره ليه؟ لان عندها هايبوثايبوتوتري فيلير فيلير اللي فوق فيلت مفيش اف اس اتش مفيش فوليكلز ما عندهاش استروجين لو اتلاها بروجسترون مش هينزل دم مش هينزل دم لان عندها نقص استروجين جروب 3 المينوبوزال برضه نقص استروجين الوحيده اللي يجي لها دم دوره لما دي بروجسترون واصحابه اسمه حتى بروجسترون تشالنج اسمه بروجسترون ويذدرول الوحيده اللي هيجي لها دم هي مين؟ هي جروب 2 اللي هي البي سي او علشان عندها استروجين عندها استروجين يبقى خلي بالكم يا دكاتره بس ده مش هيفرق بالثلاثه برضه ليه؟ جروب 1 وجروب 3 ما فرقتش بينهم لان جروب 1 وجروب 3 مش هينزل لها دوره امال ايه اللي فرق بين الثلاثه؟ ايه اللي في الجون؟ اف اس اتش ده اللي في الجون الاف اس اتش اللي فرق بين الثلاثه يعني يا دكاتره خلي بالكم معيد مره ثانيه ان انا عندي هنا مثلث الدوره اندوميتريوم بروجسترون استروجين جروب 1 ما عندهمش استروجين ولا جروب 3 اوفريان فيلير ده هنا الاوفري ميت هنا بتتر هايبوثالاموس ميته اوفري ما فيهوش ما بيطلعش فوليكل ما فيش استروجين لكن جروب 2 لا جروب 2 بقى فيه جروب 2 فيه استروجين ده الوحيد اللي هتنزل له دوره نيجي بقى كده يا شباب بقى نيجي بعد كده على اذر سب جروبز بقى في تقسيمات بس مش داخله ضمن الجروب 1 ولا 2 ولا 3 زي مين؟ زي كده يا دكاتره لو الفيميل زاد عندها هرمون البرولاكتين هرمون اللبن يحصل لها ايه؟ يحصل لها برده اوفر يضعف معايا ويحصل انفرتيلتي يعني حتى لك اللي يقول لك يا دكتور انا برضع على نظيف الرضاعه برده برولاكتين ممكن يؤثر على الاوفيليشن فهايبر برولاكتينيميا هايبر برولاكتينيميا او هايبر اندروجينيزم لو اندروجين عالي شعر بقى وحبوب كل ده ممكن يؤثر على الاوفيليشن ليه؟ الاندروجين بيضرب الاوفري بيضرب هايبوثالاموس بيتوتري اوفري اندوميتريوم مدمر الاندروج ده مدمر برولاكتين ده مدمر واخدين بالكم اندروجين وبرولاكتين مدمرين للفيميل بيوقفوا ليه بيضربوا الانفرتيليتي في مقتل يوقفوا الهايبوثالاموس بيتوتري جلاند اوفري يوترس معايا يعملوا قتل في اليوترس لا مدمرين للاكسس كله لو عندها هايبرلاكتينيميا عندها لبن جلاكتوريه او عندها هايبر اندروجينيز كل ده هيبوظ معانا دكاتره شغل الاوفري ويعمل انفرتيليتي. سؤال يا دكاتره البروجسترون مهم ليه البروجسترون ليه؟ عشان بيخلي الاندوميتريوم ماله؟ جود كواليتي الاندوميتريوم ماله؟ سكريتوري اندوميتريوم بيجي بقى امبلانت على هذا الاندوميتريوم. طب لو هذا الاندوميتريوم ده از باد كواليتي ايه اللي يحصل؟ بيعرف يعمل امبلانتيشن؟ لا هيسقط على طول. مش هيمسك بقى يجي يمسك يقع يجي يمسك يقع لان الارض يا دكاتره ناشفه. الارض وحشه التربه وحشه ما ينفعش يزرع في التربه ما ينفعش يحصل امبلانتيشن في هذا الاندوميتريوم الوحش طب مين يقول الحاله اللي فيها البروجستيرون قليل ما بيطلعش من الكورب الصوتيه بطريقه كويسه عشان يخلي الاندوميتريوم حلو يعني دي تم وحش عشان البروجستيرون قليل عشان ايه وحش الكورب الصوتيه بنسميها دي يا دكاتره بنسميها لوتيال فيز ديفكت برضو كاتيجوري ثانيه من الدبليو اتش او
يعني دكاتره خلي بالكم الهايبر بلاكتينيميا يعمل انفيرتيليتي، الهايبر اندوجينيزم يعمل انفيرتيليتي، لوتيال فيز ديفكت يعمل انفيرتيليتي، بيعمل اندوميتريوم فيري باد كواليتي. جات لي مره واحده من السعوديه معايا بالصدفه بتكشف مع واحده كده صاحبتها قريبتها كده دكاتره تمام، ومتشخصه في السعوديه انها هي كان عندها 28 بالظبط 28 سنه بالظبط، متشخصه انها عندها بريماتيور اوفيريان فيلير، بريماتيور اوفيريان فيلير، بريماتيور مينوبوز. قلت لها استني بقى على فكره انت في عندك احتمال تاني، لو كان عندك تبقى انت زي الفل، ان شاء الله تحملي باذن الله. دكتور ايه الاحتمال ده يا دكتور؟ دكتور اتشخص في السعوديه عندي الاف اس اتش فوق ال 20. يا دكتور احنا كلنا خلاص اتشخص، كل دكاتره كلهم قالوا لي ان عندي بريماتيور اوفيريان فيلير، عندي بريماتيور مينوبوز. قلت لها بس استني بس في حاله ثانيه، الاوفري ده بيهنج، اوفري ده بيهنج اسمه حتى ريزيستنت اوفري، زي اللابتوب كده لما يهنج سيبه شويه يرجع ايه يشتغل مره ثانيه، فساعات اوفري ده بيهنج ويرجع يشتغل بعد شويه مره ثانيه. ايه اللي بيحصل بقى دكاتره؟ اوفري دوت ليه مفيش فوليكل شغاله فيه، تطلع اف اس اتش ويطلع ال اتش، يقعدوا يكربجوا في الاوفري ويكربجوا في الاوفري، اشتغل الاوفري الاوفري مش شغال ليه؟ الله اعلم. هنك زي اللابتوب تقعد تدوس في اي حاجه مش عايز يشتغل، سيبه شويه يرجع يشتغل مره ثانيه، دي بنسميها ريزيستنت اوفري سندروم. طب يا دكتور محمد عرفتها ان هي ريزيستنت الاوفري مهنج مش عايز يشتغل ويرجع يشتغل بعد كده مره ثانيه ولا بريماتور اوفيريان فيلير؟ عرفتها ازاي؟ هي كانت طلعت على فكره ريزيستنت اوفري، عرفتها ازاي؟ مين يقول لي ايه الفرق ما بين الاثنين؟ او انا ممكن اعمل ايه افرق بين دوت اوفيريان فيلير اوفري بقى عباره عن فايبرس تيشو، ولا ريزيستنت اوفري يعني هو مهنج ويرجع يشتغل مره ثانيه؟ لازم ناخد ايه؟ برافو عليكم، لازم ناخد اوفيريان بايوبسي، اخد حته من الاوفري. لو وجدنا الاوفري ده بقى فيه فوليكلز، لو فيه فوليكلز يبقى ده معنى كده ان ايه؟ ان عندها ريزيستنت اوفري، لو نو فوليكلز تماما معنى كان عندها اوفيريان فيلير. يعني انا دي دخلتها مناظير، دخلتها مناظير وخدنا منها اوفيريان بايوبسي، وكان بقى لاجل الحظ الحمد لله طلعت ان هذه فيميل ريزيستنت اوفري سندروم، وبعد 5 سنين رجع الاوفري اشتغل مره ثانيه، وكلمتني معايا من السعوديه وقالت ان هي حملت. دي حاله ريزيستنت اوفري سندروم، اوفري مهنج يديك بيكتشر تيبيكالي زي المينوبوز، تيبيكال زي المينوبوز بالظبط زي المينوبوز معايا دكاتره، ولكن هي مش مينوبوزال ولكن هي ريزيستنت اوفري معايا دكاتره. فرقنا ازاي باوفريان بايوبسي؟ علاجها ايه؟ ولا حاجه ولا تقرب لها، هي ترجع تشتغل مره واحده، يشتغل نفسه الاوفري يشتغل مره ثانيه زي ما وقف زي ما يرجع يشتغل ثاني، ويبقى يحصل حمل ويحصل كل حاجه طبيعيه جدا. ريزيستنت اوفري سندروم. في حاله ثانيه غريبه برده جدا، بص يا دكاتره الحاله الغريبه دي بقى حاله عجيبه جدا. بص يا دكاتره اللي بيحصل هنا ايه؟ الاوفري ده بيطلع فوليكل، تكبر الفوليكل، تكبر تكبر، بقى يحصل ايه؟ اوفيليشن، ويتكون مين؟ كوربس لوتيم. تمام. الحاله دي يا دكاتره ما كانتش اللي انا هقولها دلوقتي، متشخصه قبل سنه 1979 لما دخلنا السونار بقى في العلاج او في الانفستيجيشن، يعني بتاع الايه؟ بتاع الانفيرتيليتي والنساء والولاده وكل حاجه. ايه اللي بيحصل؟ شيء غريب قوي ان هذه الفوليكل دي بتروح الناحيه الثانيه كده اهي بالمنظر ده كده، اللي فيها هنا الاوفن بالمنظر ده تروح الناحيه الثانيه دي كده، بيتحول ايه؟ تحصل لها اللوتينايزيشن ويخش جواها لوتين ويطلع بروجسترون زيها زي مين؟ زي الكوربس لوتيم. يعني جت بص كده الفوليكل بتقعد تكبر 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 معايا كده وتروح الناحيه الثانيه تتحول لكوربس لوتيم. بس هي مش كوربس، ليه مش كوربس؟ ليه؟ الكوربس ده عباره عن ايه؟ عباره عن فوليكل ناقص اوفم، هي مش كوربس، ولكن دي بنسميها بقى لوتينايزد انرابتشرد فوليكل، او بنسميها لوف. لوف الله اعلم اللي بيحصل دوت، لوف سندروم. ليه بيحصل كده؟ الله اعلم. اسمها لوف سندروم. يعني ايه لوف سندروم؟ يعني ايه؟ لوتينايزد انرابتشرد فوليكل. يعني عندي وظيفتين لل اتش، ايه الوظيفتين بتوع ال اتش؟ عندي في لوتينايزيشن واوفيليشن، هو بيعمل لوتينايزيشن لكن ما عملش اوفيليشن. يعني كانت الاوفم ديت محبوسه جوه الفوليكل ما طلعتش. فيبقى الفيميل عندها حاجه غريبه قوي، عندها ايه؟ عندها دكاتره هذه الفوليكل دي تتحول الى ما اشبه بالكوربس لوتيم وتطلع بروجسترون. معايا دكاتره بروجسترون. فدي بنسميها لوتينايزد انرابشن فوليكل، بنسميها لوف سندروم. حاجه غريبه قوي. طب دي يا دكاتره ما تشخصش ازاي؟ مين يقول لي تشخص ازاي؟ سونار، مالهاش غير السونار بس.
ان السايكل ريجولر، الدوره منتظمه، كل شيء منتظم. دي لازم سونار، الاقي دي المفروض 20 ملم صح؟ الكوره الصوتيه كام؟ 12 ملي، لا ما بيصغرش بقى، الاقي 20 ملي، الاقي دي برده 20 ملم. نو كولابس اوف فوليكل، نو كولابس اوف فوليكل. يعني يا دكاتره خلي بالكم، دي حاله غريبه جدا اسمها لوف سندروم، لوتنايز ان رابتشرد فوليكل. الفوليكل بتحول الى كوربس لوتيم، هي نفسها الى كوربس، ما بيحصلش رابتشر. ذا اونلي سيمتوم از انفيرتيليتي بس. اسمها لوف سندروم لوتنايز ان رابتشرد فوليكل، بتطلع هرمونز عادي جدا. السايكل ريجولر جدا، ما عندهاش اي مشكله، جاست انفيرتيليتي. معايا يا دكاتره؟ لوف سندروم عباره عن غيرت الفوليكل الى لوتنايزد فوليكل وتطلع هرمون زي كوربس لوتيم بالظبط، الا ان الاوفم ما طلعتش منها، الاوفم حبيسه معايا جوه الفوليكل. ذا اونلي سيمتوم از انفيرتيليتي. مره ثانيه يا شباب، الدبي اتش بقسمها اوفر انسفشنسي الى جروب 1 اللي فوق بايظ، جروب 3 تحت بايظ، جروب 2 مش متوافقين مع بعض. في اذر سب جروب زي مين؟ هايبر برولاكتينيميا، هايبر اندروجينيزم، لوتيال فيز ديفكت، ولوف سندروم. معايا دكاتره؟ وريزيستنت اوفري سندروم. خمس دقايق راحوا، ونكمل بعد كده دكاتره الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والتريتمنت. النهارده عندنا اوفيريان سايكل بس يا جماعه، افتحوا التكييفات، الدنيا حر جدا.